المسؤول العام للاتحاد الديمقراطي، قيادة الاتحاد الديمقراطي، شكرا جزيلا على هذه الدعوة. نظن أن تبجيلي جاء هكا فيه شوية غموض، نعرف أن فما برشا محبة مع التكتل، لكن نتصور المكانة هذه خصصت باعتباري رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وهذا شرف كبير أن آخذ الكلمة أمام هذا الجمع الكريم وأمام مناضلي ومناضلات التحالف الديمقراطي. باش نكون موجز، لأن في مثل هذه المناسبات نعرف أن الوقت مضبوط، لكن بعض خواطر ولو بشكل برقي هو الخاطرة، وأن عندما نحن أمام مثل هذا الجمع الكريم من مناضلين، من مناضلات، من رؤساء أحزاب، رؤساء منظمات وطنية عريقة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ضيوف من السلك الدبلوماسي في مقدمتهم سفير فلسطين، ما نجمش في مثل هذه اللحظة ما نذكرش الإنسان كل التضحيات اللي على مدى عقود قدمها الشعب التونسي بكل فئاته، بكل قطاعاته، بنقابيين، بمناضليه الحقوقيين، الحقوقيات، بمفكرين، بفنيين، بمحاميين، بإطاراته، بشغالين، من أجل أن نعيش مثل هذا الوقت الثمين، وقت الحرية، تتويجا لهذه النضالات بثورتنا المجيدة وبشهدائها الأبرار الذين كم من مرة أكدنا على أننا سنبقى إليهم أوفياء إلى آخر رمق. نحب نقول كذلك نهنيكم بالمسبق، ونقول هذا لا من باب المجاملة بل شعور صادق لهذا الحزب، قولوا الحزب الفتي، لأن واكبنا ربما عن بعد وفي نفس الوقت عن قرب. عملية التأسيس غالبا ما تجتمع مجموعة من نخبتنا وتقرر، لأن بين عناصرها شيء من التناغم، أن تبعث حزب. اللي وقع بالنسبة لهذا التحالف، شفنا عملية انطلقت مساس، برزت الأفكار، برزت المواقف، برزت الشخصيات، خاصة عندما نتحدث على هذا من زاوية المجلس الوطني التأسيسي والزملاء النواب والنائبات لهذه المجموعة، ثم وقع التتويج بعقد هذا المؤتمر. أنا أقول هذا هو الطريق السليم الذي ينطلق من القاعدة ليكون حزب له من الطموحات أن يساهم في بناء تونس، تونس الجديدة، تونس الحريات، تونس الديمقراطية. هذا مهم لأن هذا ينبئ بكل خير. شيء ثاني وأن في المسار هذا اللي دام توا ورابط سنة ونصف، كانت لنا في إطار جلسات منظمة وحتى في جلسات غير منظمة تلقائية، كانت لنا حوارات مع الإخوة والأخوات في التحالف الديمقراطي، وهنا نتحدث باسم التكتل. في هذه اللقاءات أخص بالذكر لقاءين يعني انتهينا منها إلى بعض النتائج. اللقاء الأول كان مباشرة بعد الزلزال، نقول زلزال نهار 6 فيفري عندما وقع اغتيال شهيد الوطن شكري بالعيد.
عقب خطورة الوضع آنذاك تخلصت تونس من هذه الأزمة نقولوا بسلام بدون أن يهدد ذلك الاستقرار، لكن باستخلاص العديد من الدروس، وكانت مناسبة للحوار حول تشكيل الفريق الحكومي الجديد. المناسبة الثانية كانت في إطار الحوارات الوطنية اللي دعت لها المنظمات الراعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، أو دعت لها زادها كذلك الرؤساء الثلاث، وكانت مناسبات للتعرف على أصدقائنا في التحالف الديمقراطي. استنتجنا وأن التحالف الديمقراطي حزب معارض جدي. نقول معارض جدي، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه معارض بحق، ولكنه قطع بشكل واضح مع الاحتجاجية المنهجة اللي تعرفوا وأن نتائجها دائما سلبية. إذا كان المعارضة ما تتحولش في نفس الوقت إلى معارض مقترحات، معارض برامج، إذا كان في نفس الوقت ما تمد الشدة للحوار، فإن دورها وتأثيرها على البناء دورها يكون محدود. الشيء الثاني اللي استخلصناه هو أن رغم اختلاف تموقع في المعارضة وفي تسيير البلاد في الفريق الحكومي، كانت هنالك العديد من نقاط التوافق، وهذا شيء مهم. مش نقول علاش مهم، لأن تونس مش تونس اللحظة، تونس اليوم وغدوة، وكيف ما قلتم منحازون للوطن، أنا نقول الشعار هذا هو شعار التونسيين والتونسيات جميعا لكل الوطنيين وكل المواطنين. شكر آخر وتحية على حسن الاختيار لهذا الشعار. نقول بالنسبة للمستقبل القريب والبعيد، تونس بعد هذه الثورة المجيدة لا خوف بعد اليوم، ولا خوف من أن يكون في يوم ما إمكانية رجوع الاستبداد. الشعب التونسي فاق وفاق بما لا معناتها يمكن فيه أي تراجع. هذا الضمانة هذه ترجعنا للواقع. الواقع هو أن هذا الشعب هو شعب معتدل، هو شعب يريد الاستقرار، يريد الأمن، هو متجذر في هويته العربية الإسلامية، لكن يحب يعيش عيش الكرام، يحب الترفيه، يحب فرحة الحياة. الشعب هذا لا يساس إلا في الوسطية، وهنا تأتي مسألة كل هذه القوى الوسطية اللي نقول أنا عندها ربما زوز عناصر تتركز عليهم. المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، والنموذج الاقتصادي الذي لا بد أن يكون اجتماعي بالأساس حتى يكون في خدمة المواطنين، كل المواطنين والمواطنات، حتى يركز ويؤسس للعدالة الاجتماعية. القوى هذه إضافة إلى خدمة البلاد هي في الحقيقة أساس الاستقرار، ونعرف أن بدون استقرار لا نمو ولا تنمية ولا ديمقراطية ولا حريات ولا هم يحزنون. الاستقرار ضروري، وعندنا أمثلة ونماذج أمامنا. القوى الوسطية حتى كي تبدأ موزعة متفرقة متشتتة هذا نأسفه، لكن وجودها وجود حقيقي هو يمكن من ربما التصدي لأخطار. حاجة ديما افتكرت نأكد عليها وأكد عليها بالخصوص بعد هروب الطاغية،
عندما ابتدأنا في بناء الديمقراطية الناشئة وأعددنا الانتخابات الأخيرة، التجاذب والاستقطاب الثنائي. المخاطر نتاعو هو الانكسار، هو الفتنة. وهنية يبرز الدور الأساسي لكل هذه القوى الوسطية الديمقراطية المتشبثة بالحريات، المتشبثة بكلمة ركز عليها الأخ المنسق العام، وهي دولة المؤسسات. هذا يميز تونس على غيرها، لأن عندها تاريخ وعندها دولة وعندها إدارة، مهما كانت العواصف عندها جيش وطني، عندها قوى أمن، وعندها هذا المجتمع المدني المنظم الواعي. كل هذه المعطيات هي اللي وقاد تونس وحماتها مما يحصل في تجارب أخرى معروفة اليوم بارزة. الاستقطاب الثنائي هذه هو الأخطار اللي ممكن يقود لها. والحمد لله نقول أن في تونس أحزاب مثل التحالف الديمقراطي اللي تخلينا عندنا أمل كونها القوى هذه تتجمع في إلى آخر نجم تقوم بدور الحساس. إذا كان تشبه يجيب يحس، أما على الأقل منعوا البلاد. ضروري في هذه الفترة الدقيقة اللي تمر بها البلاد. وأنا مرة أخرى تعرفون متفائل في العادة، لكن حقيقة التفاؤل متاعي ولو ساعة ساعة يفضل مش إنسان يشوفه بالعين، لكن أكدت الأحداث وأن تفاؤلي هو مرتكز على إيماني بأن هذا الشعب له من القدرات ومن الكفاءات ومن الرصانة ما يؤهله لقيادة هذه المعركة. هي معركة صعبة، ما ثماش أصعب المراحل الانتقالية بعد التحولات الكبيرة بعد الثورات والانتقال من فترات الاستبداد إلى فترات الحرية. أنا متأكد وأن بفضل جهود مناضليكم ومناضلاتكم، بفضل هذا التوجه، بفضل هذا الحس اللي لمسناه عندكم كلما تحدثنا معكم، نحن متأكدون وأن تونس بخير وستكون بخير، وكلنا اليد في اليد نبني تونس بلدنا. وشكرا.